طلاب الأعزاء، أسعد الله صباحكم بكل خير. طلاب مساق محاسبة مالية 2، إن شاء الله اليوم هنستكمل ما تم شرحه من الوحدة الرابعة، جرد الأصول المتداولة. وإن شاء الله هنستكمل موضوع اليوم النقطة الثالثة اللي هي جرد الذمم المدينة أو جرد المدينون، نفس الشيء. طبعا المدينون هم أصحاب الأرصدة الشخصية المدينة للمنشأة، يعني للمنشأة بدها منهم مصاري نتيجة عملية بيع على الحساب. وغالبا ما بيتم التخاطب ما بين الشركة أو المنشأة وهؤلاء الزبائن أو العملاء، تمام، وبيتم التواصل معهم للتأكد من صحة الأرصدة المدونة لدى المنشأة. طبعا احنا عارفين انه مش كل يعني اصابع ايدك زي ما بيحكوها مش واحدة، تمام. والزبائن انواع، في زبائن تصنف ديونهم ضمن الديون الجيدة، وفي زبائن تصنف ديونهم ضمن الديون المشكوك في تحصيلها، وفي زبائن نعتبر ديونهم ديون معدومة، يعني بعوض الله علينا فيها. طبعا الديون الجيدة اللي هو بيكون الزبائن النخب عندنا، النخبة، هدول بنسميهم هدول الزبائن اللي عندنا رقم 1 يعني، تمام. وهدول بيكون زبائن بيسحبوا منا بضاعة على الحساب لكن ملتزمين بعملية السداد أول بأول. أما الديون المشكوك في تحصيلها فهو الزبائن اللي بيكونوا بيشتروا منا على الحساب، تمام، إلا إنه في عند عملية السداد إلا ما يتبقى عليهم مبالغ مالية تراكمية مع الوقت، تمام. وهان بيكون في خوف وشك انه ممكن ان هم يسددوا كل المبالغ المستحقة عليهم، يعني بيشتري بضاعة ب 10,000 بسدك 8,000، بضل 2000، بيرجع بيسحب منك بضاعة ب 10,000 بسدك ال 10,000، بضل ال 2000 اللي قدام مثلا بسدك اياهم، بيخلي من اللي جديد 3,000 1000 وهكذا، يعني انه ما بيسفرش حسابه من الاخر، فانت بتكون في ريب من ناحيته، تمام. واحنا كنا عارفين اساسا انه عمليات البيع والشراء بتتم بالاجل، يعني اغلب العمليات التجارية هي فعليا مفيش عمليات نقدية، اغلبه بتم على الحساب. طيب اما النوع الثالث اللي هي الديون المعدومة واللي هي بتتعلق باشخاص يا بيكون توفى او افلس، اشهر افلاسه يعني خلص بعوض الله عليك، اشهر افلاسه وباع كل ما يمتلك، لو استديت جزء من مالك استديت والباقي بعوض الله عليك فيه، يعني لو انت لك عنده 5,000 واشهر افلاسه اجى توزيع باعوا ممتلكاته او اصول الشركه تبعته وحولوها لسيوله وسددوا الدائنين ان هم ان انت واحد منهم بدك منه مصاري، قالوا لك انت حسب نسبه وتناسب من المبالغ المتوفره على المديونيه بيطلع لك 60%، يعني 5,000 هي 3,000 وال 2000 بعوض الله عليك فيهم، ما ضلش له شيء الراجل يعني، او انه توفى وفيش له ورثه طالبهم، او انه توقف عن الدفع وقال لك ان انا ما معيش واللي عندك سويه مثلا. فانت في احيانا تضطر انك ايش، خلاص تعتبرها ديون معدومة وبتعدم هذا الدين عن صاحبه. طيب احنا هنبدأ من الآخر، هنبدأ من الديون المعدومة، تمام. طبعا الديون المعدومة يعني تعامل معاملة المصاريف وهي تعك خسارة على الشركة، فتعامل معاملة المصاريف. فلما بعدم دين عن أحد الزبائن بسجل قيد من حساب الديون المعدومة، تمام، وهو ذات طبيعة مدينة، الى حساب المدينون، بخفض رصيد المدينون. المدينون بطبيعتهم حساب مدين، لما اخفضه بحطه في الطرف الدائن والديون المعدومة في الطرف المدين. طيب فبخفض قيمة رصيد المدينون بقيمة الدين المعدوم، وفي نهاية السنة بقوم بإقفال الدين المعدوم، خلاص عدمته فبعتبره كمصروف او يعد كخسارة في النهاية، فبحطه هو مدين لما اقفله بخليه ايش في الطرف الدائن، وبيجي القيد من حساب الأرباح والخسائر. طيب أجا قال لي مثال 9/31/12/2007، ظهر رصيد المدينون في ميزان مراجعة محلات القدس 3,000 دينار، وعند الجرد في نهاية العام قرر أن يعد مدير، لقوا فيه واحد من المدينون منقطع له شهور طويلة، تساءلوا عنه قالوا أفلس توفى ساب البلد وهاجر، المهم فقدنا الامل انه المال يرجع، فقررنا نحن نعدمه. قديش دينه؟ قالوا 200 دينار. قال لي اعمل قيود التسويه والاقفال اللازم، ودام عند الجرد تقرر اعدام يعني بده يعدم، اذا 200 من حساب الديون المعدومه الى حساب المدينون 200 200، وبعدين بدي اقفل من حساب
الأرباح والخسائر إلى حساب الديون المعدومة. يعني فعليا أنا كان عندي رصيد المديون 3000، أعدمنا منهم 200، مفروض فعليا منطقيا يكون قديش ضل عندي رصيد؟ 3000 ناقص 200 2800. طيب عشان أتأكد حلي صح بصور حساب المدينون، هاي الرصيد سابق 3000 صح، بعدين بترحل القيد من حساب الديون المعدومة إلى حساب المدينين، هاي إلى حساب المدينين من حساب الديون المعدومة مع 200، إذا 3000 ناقص 200 بضل عندي 2800 رصيد مرحل إلى الميزانية العمومية. أما الديون المعدومة زي ما احنا شايفين من حساب الديون المعدومة لحساب المدينين وقد إقفال، فبيكون حساب مقفل. طيب وهي في الميزانية العمومية بيظهر عندي رصيد المدينون 2800. طيب مثال 10، قال لي في 31/12/2007 ظهرت الأرصدة التالية في ميزان مراجعة لمحلات خان يونس كما يلي. قال لي مدينون 2000 ديون معدومة 100، وعند الجر تقرر في إعدام دين جديد قيمته 400 دينار. ركزوا معي، هان المثال السابق ما كانش في عندي رصيد سابق لديون معدومة، يعني ما كانش قبل هيك في عندي دين معدوم له رصيد خلال العام، يعني ما أعدمناش خلال السنة لأي زبون دين، تمام؟ فكان قيد التسوية بقيمة 2000 وقيد الإقفال في الأرباح وخسائر بقيمة 2000، لكن هان في فرق، هان بدي أعدم دين جديد وفي نفس الوقت في عندي دين سابق بدي أخده بعين الاعتبار عند الإقفال. لاحظوا وين مربط الفرس؟ قيد الإقفال في مثال 10 هو الفرق بينه وبين مثال 9. هنشوفها الحين. أول حاجة بدي أعدم الدين الجديد، الدين الجديد 400، إيش بده يكون قيد التسوية؟ من حساب الديون المعدومة إلى حساب المدينون 400 400، كلام سليم. طب قيد الإقفال هقول من حساب الأرباح والخسائر إلى حساب الديون المعدومة 400، قال لي لا، قال لي بدك تنتبه هان إنه في رصيد سابق بدك تضيفه، بدك تضيفه. لحظة، مش بقول بدك تضيفه، يعني بدك تقفل ب 500. والله يا شيخ احنا اعدمنا خلال السنة 100 دينار وهي كمان 400 صاروا 500، بدك تقفل بقيمة 500، قيمة الديون المعدومة احنا اعدمنا هيك 500. طيب نشوف التصوير، هاي حساب المدينون، طبعا المدينون كان رصيد 100 ألفين، بننزل منها قيمة 400 اللي هو عقد قيد التسوية اللي هو من حساب ديون معدومة إلى حساب المدينون، تمام؟ مش واحد يروح يسجل 500، لا يا حبيبي، ال 500 هذه ال 100 اللي قبل انعمل فيها قيد ونزل، يعني فعليا كان رصيد المدينون كان 2100، أعدمنا دين 100 ضل 2000، بعملهاش كمان مرة، فبيكون القيد بس على جد قيد التسوية اللي هو حساب المدينون من حساب ديون معدومة إلى حساب المدينون 400، فبيضل عندي رصيد ميزانية عمومية 1600. أما الديون المعدومة طلع كان في رصيد سابق 100، وكمان من حساب ديون معدومة إلى حساب المدينون 400 صار عندي رصيد 500 اللي أقفلناه في الأرباح والخسائر. وفي الميزانية العمومية بيظهر عندي المدينون بقيمة 1600، مش واحد يكتب لي 2000 ناقص ديون معدومة 400، لا، بعملش هيك، بسجل الرصيد بالصافي، تمام؟ مش زي المخصص، المخصص يظهر لأن المخصص لا يخفل وإنما يرحل لحساب الميزانية العمومية، تمام؟ لكن الديون المعدومة هي مصروف وبالتالي تقفل في الأرباح والخسائر ولا تظهر في الميزانية العمومية. طيب نيجي بعديها لنقطة أخرى اللي هي الديون المعدومة المحصلة. الديون المعدومة المحصلة، تمام؟ قال لي ايش هي الديون المعدومة المحصلة؟ قال لك احيانا بتصادف انه انت بتعدم دين عن واحد من زبائنك توفى، تتفاجأ بعد فترة بيكون ابنه مسافر برا مثلا على سبيل المثال، ورجع بعد فترة ابوه مات بسنة سنتين، وسأل والله مين له دين عند ابوي؟ قال والله الشركة الفلانية كان ابوك شغال معها وضل عليه مصاري. طبعا احنا في الشركة عدمنا الدين خلاص، يعني واحد توفى ما ظهرش له لا ورثة ولا حاجة طالبهم، تمام؟ فخلاص يعني فقدنا الامل، عدمنا الدين. اجا ايش قال لك؟ قال لك اجا ابنه قال يا عمي انتوا لكم في ذمة ابوي 1000 دولار. قلنا له صحيح والله، قال يا عمي هاي ال1000 دولار بتاعتكم.
طبعا بتكون الفتره الماليه انتهت، عدت عليها وقت، اعدمنا الدين وسكرنا حسابات السنه وراحت سنه. طب انا هجيت رجع لي 1000 من دين انا سكرته واعدمته قبل سنتين، ايش المعالجه؟ قال لك ولا حاجه، المصاري لما تقبضها بتخش الصندوق او البنك. قلت له، قال لي اذا من حساب الصندوق او البنك. قلت له صح. قال لي بتفتح حساب اسمه ديون معدومه محصله، يعني انت دين اعدمته وحصلته تاني. طيب، قال له بتقفله في حساب الارباح والخسائر، هذا ايراد دائم، ولما تقفله بتخليه مدين الى حساب الارباح والخسائر. طيب، قال لك او انك ممكن تعمل قيد تاني، اليه تانيه، تمام، اللي هم بدل قيد قيدين، احنا عملنا القيد اللي فوق هذا قيد مدمج يعتبر اساسا، تمام، قيد مدمج. قلت له وهو؟ قال انك تكتب من حساب العميل الى حساب الديون المعدومه، وبعدين من حساب الصندوق الى حساب البنك. انت تطلع معي العميل هان مدين وهان دائن، لما تروحوا مع بعض بضل من حساب الصندوق الى حساب البنك، فانت رايح راسك استخدم الاسلوب الاولاني افضل. هو عباره عن نفس الاسلوب اللي فوق، بس بدل القيد قسمه لقيدين وحط حساب بسيط بينهم اللي هو الزبون اللي توفى. تمام، اول حاجه بثبت مديونيه العميد اللي هو الزبون، ان انا بدي منه مصاري، مثلا بدي منه 1000 من حساب العميل فلان الى حساب الديون المعدومه المحصله، وبعدين لما اقبض من ابنه ال1000 من حساب الصندوق الى حساب العميل، فبالتالي كانك بتقول من حساب الصندوق الى حساب الديون المعدومه المحصله. وقيد الاقفال زي ما حكينا، من حساب الديون المعدومه المحصله الى حساب ارباح وخسائر. انت الطريقتين صح، تمام، هما نفس الشيء يعني، بس واحده طريقه مختصره القيدين في قيد، والطريقه الاخرى الثانيه اللي هي طريقه مفصله قيدين مفصلات. طبعا اللي بدك اياه. قال لي تم تحصيل دين مقداره 500 دينار من العميل سعيد، كان قد اعدم مسبقا. نسبت ايش؟ من حساب الصندوق 500 الى حساب الديون المعدومه المحصله 500، او ان انا اعمل قيدين. طبعا هيو اقفله من حساب الديون المعدومه الى حساب ارباح وخسائر، قيد الاقفال فيش عليه مشكله. الطريقه الثانيه يقول من حساب سعيد الى حساب الديون المعدومه، وبعدين من حساب الصندوق الى حساب سعيد. طبعا طلع سعيد دائن ب 500 ومدين ب 500، يعني فعليا سعيد صفر بيصير. فكانك بتقول نفس القيد الاولاني، من حساب الصندوق الى حساب الديون المعدومه المحصله، وقيد الاقفال فيش عليه خلاف، من حساب الديون المعدومه المحصله الى حساب الارباح والخسائر. الديون المشكوك في تحصيلها مخصص، زي ما خدنا مخصص خصم اوراق قبض، زي ما خدنا خصص هبوط اوراق ماليه سابقا، نفس الفكره هان. مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، كيف؟ نفس معالجته المحاسبيه زي ما اخذنا الدرسين اللي فاتوا، هو نفس الشيء. ايش الاختلاف بينهم؟ بس اليه الاحتساب، كيف تحتسب الموضوع، كيف تحتسب الموضوع. طبعا لما انا انشئ مخصص، حكينا من حساب الارباح وخسائر الى حساب المخصص بقيمه الانشاء. طيب في حاله الزياده نفس القيد، من حساب الارباح والخسائر الى حساب المخصص، ولكن بالفرق. يعني لو احنا عندنا مخصص سابق 100 وبدنا نخلي المخصص 300، بدنا نزوده بالفرق اللي هو 200. اما في حاله تخفيضه العكس، من حساب المخصص الى حساب الارباح والخسائر. هذا درس اخذناه بدل المره مرتين، كيف ننشئ المخصص، كيف نزيده، كيف نخفضه. ضل الخلاف، بس كان الاختلاف بين كل درس ودرس آلية احتساب مبلغ وقيمة المخصص. طبعا في عندنا عدة طرق بالنسبة لمخصص الديون المشكوك في تحصيلها. في عندي نسبة مئوية من رصيد المدينون، يعني هم كل سنة، تمام، بيحطوا مثلا 10% ديون مشكوك في تحصيلها، تمام، وبروح بضربها في قيمة رصيد المدينون عنده، بشوف المخصص الموجود إن وجد مع المخصص الجديد زيادة ولا نقصان، تمام، وبعمل مخصص بالفرق، قيد بالفرق. في نسبة مئوية من المبيعات الآجلة، قديش أنت بعد مبلغ مبيعات آجلة إجمالية، تمام، وفي العمر الزمني للديون، كل دين قديش قيمته، الفترة الزمنية تبعته بحدد قديش النسبة المئوية تاعت الدين المشكوك فيها، وزي هيك. طبعا احنا هنعتمد طريقة حسب ما عندنا في الأمثلة، مبسطة وسهلة إن شاء الله. طيب ركزوا معي في مثال 12 جيدا. قال لي مثال 12، في 31/12/2008 ظهرت الأرصدة التالية في ميزان المراجعة لمحلات القدس. قال لي 4400 مدينون، 300 ديون معدومة، و150 قال لي مخصص ديون مشكوك فيها. يعني نفسر الكلام. قال لي أنت عندك رصيد مديونية بدك من الزباين
4400 دينار. ركزوا في الكلام منيح، انا لحتى الان في 31/12 بدي من الناس 4400 دينار، وانت اعدمت الدين، اعدمت وخلصت، هيك معناها هذه ديون معدومة في ميزان المراجعة، بيقول لك انت اعدمت مسبقا خلال العام 300 دينار، يعني فعليا انت كان المدينون 4700 اعدمت منهم 300 فضل عندك 4400، يعني هذا عمل له قيد اعدام مسبقا زمان في تاريخ ما او على مراحل 100 150 100 200 زي هيك، تمام؟ خلال العام انعمل له قيد اعدام من حساب الديون المعدومة الى حساب المدينون 300 دينار، هذا خلال العام انعمل، وقال لك انت في عندك مخصص انشأته من السنة السابقة 150 دينار. طب ايش المطلوب يا رجل؟ طيب قال لك اول حاجة بدك تعدم لي دين بقيمة 400 دينار. طيب قال له بعدين بدك تعمل لي مخصص تعديل، شافه وقال لك تعديل، يعني معناها ان الرصيد هان بده يتعدل ليصبح 5% من رصيد المدينون. طبعا لما يقول لك رصيد المدينون اوصاف المدينون نفس الشيء، يعني بعد اعدام الدين. طيب قلت له نمشي واحدة واحدة عشان ما نتوهش. قلت له اول حاجة يا رجل طيب بدنا نعدم الدين 400 دينار، ايش بدنا نقول؟ من حساب الديون المعدومة الى حساب المدينون 400 400. قلت له كلام سليم لا غبار عليه. طب ايش كمان؟ قال لي بدنا نقفل. قلت له ايوه بدنا نقفل. بقديش هنقفل يا طيب؟ قال لي بدك تقفل بال 400 الجداد وال 300 القدام، لان الاقفال يتم في نهايه العام، يعني هذا الدين فعليا ال 300 القدام اعدموا ولكن لم يقفلوا، فبدي اقول 400 و 300 700 من حساب ارباح وخسائر الى حساب الديون المعدومه. في خلاف؟ قلت له لا والله يا شيخ ما في خلاف. طيب قلت له طيب، قال لي هجيت اعمل لي المخصص الجديد اللي بدك تسويه. قلت له اه. قال لي 5% من رصيد المدينين. قديش رصيد المدينين؟ قلت له والله هو اللي عند 31/12 اول النهار كان 4400، بس احنا اعدمنا 400 جداد، اذا هيكون صافي المدينين 4000، فهقول المخصص 4000 ضرب 5% بيطلع 200 دينار. قلت له انا بدي لازم يكون عندي مخصص بقيمه 200 دينار. قلت له كلام سليم 100%. طب يلا نعمل القيد من حساب ارباح خسائر. قال لي استنى استنى وين رايح؟ بدنا نشوف المخصص القديم فيه ولا لا. قلت له اه والله في، نسيت صح، في مخصص قديم. قال لي قديش قيمته؟ قلت له 150 دينار. قال لي اذا احنا بدنا نخلي ال 150 200، يعني هنزود ولا ننقص؟ قلت له بدنا نزود. قال لي قديش؟ قلت له 200 ناقص 150 بيطلع عندي 50 دينار، فهعمل قيد زياده مخصص من حساب ارباح وخسائر الى حساب مخصص ديون مشكوك فيها او في تحصيلها بقيمه 50 50، وبهيك بيكون عندي رصيد المدينون 4000 هيظهر في الميزانيه العموميه، تمام، ومخصص لو طلعنا على الميزانيه العموميه، طبعا التصوير انتوا تابعوه، لو طلعنا على الميزانيه العموميه 4000 مخصص و200 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها. طيب مثال 13، قال لي في 31/12/2008 ظهرت الأرصدة التالية في ميزان المراجعة لمحلات أريحة. قال لي المدينون كان رصيدهم 4050 في ديون معدومة مسبقا بقيمة 100، وقال لي مخصص ديون مشكوك فيها 450. قال لي تقرر تكوين المخصص بقيمة 5% من صافي رصيد المدينون، عشان قلت لكم صافي رصيد أو رصيد المدينون أو المدينون نفس الشيء، يعني بعد ما تعدم الدين. قلنا 4050 بدنا نعدم منهم 50 جداد، ماشي. قلنا من حساب هي اعدام دين جديد من حساب الديون المعدومه الى حساب المدينون 50 50. طب بدنا نقفل. قلت له ايوه بدنا ناخذ هذا في عين الاعتبار، 100 قديمه و50 جديده هي 150، اذا من حساب الارباح والخسائر الى حساب ديون المعدومة 150 150. قديش صفى رصيد المدينون عندي؟ قلت له 4050 ناقص 50 اللي أعدمناه ضل عندي 4000، إذا المخصص بده يكون بقيمة 200. طيب يلا نعمل قيد 200. قال لي استنى اطلع في مخصص. قلت له اه والله في مخصص ب 450. قال لي احنا بدناش 450، احنا بدنا 200، إذا بدنا نقوم بعملية تخفيض وليس زيادة زي المثال السابق.
طيب خفضنا 250، قلنا المخصص ده لما خفضه بخليه مدين من حساب مخصص ديون مشكوك فيها الى حساب الارباح والخسائر 250 250. وهي عندي حساب المدينون 4050، ديون معدومة 50 صفة عند المدينون قديش؟ 4000. وفي الميزانية العمومية لو طلعنا هنلاقي مدينون 4000 ومخصص ديون مشكوك في تحصيله 200 دينار اللي هو قيمة المخصص الجديد. طيب في عندي مخصص اسمه مخصص الخصم المسموح به، هذا مخصص بنشئوه نتيجة انه في بعض المدينين بيقوموا بعملية سداد للديون المستحقة عليهم خلال فترة سماح مسموح بها من قبل الشركة، فبنشئ مخصص خصم مسموح به. تمام. طيب كيف بعالج المخصص المسموح به؟ طبعا المخصص المسموح به يعالج تمام زي معالجة خصم الديون المشكوك فيها، ولكن هو بيجي خطوة ثالثة. يعني لو انا عندي ديون معدومه وعندي ديون مشكوك في تحصيلها وعندي مخصص خصم مسموح به، اول حاجه بعدين بشكل مخصص ديون مشكوك في تحصيلها، بعدين بقوم بعمل تكوين مخصص خصم مسموح به. نشوف مثال 14 هيوضح الفكره اكتر. مثال 14 بيقول لي في 31/12 ظهر رصيد المدينون في ميزان مراجعه محلات الاقصى بقيمه 6270 دينار، وكان في دين معدوم بقيمة 130 دينار. قلنا له طيب قال يا سادة يا كرام، أول حاجة فيه بدنا نعدم دين جديد بقيمة 270 دينار. قلت له بسيطة، دين معدوم جديد من حساب الديون المعدومة إلى حساب المدينون بقيمة 270 270. طيب لما بدي أقفل، قلت له بدي أخذ الرصيد السابق في عين الاعتبار تاع الديون المعدومة، إذا هقول من حساب أرباح وخسائر إلى حساب الديون المعدومة اللي هو 130 زاد 270 بيطلع عندي 400 دينار. في أي مشكلة؟ قلت له لا فيش أي مشكلة، هطلعه معي شايفين. طب إيش القصة الحين؟ قلت له بدنا نكون مخصص ديون مشكوك في تحصيلها. قال لي في رصيد سابق إشي؟ قلت له لا. قال لي إذا هتنشئه لأول مرة بقيمة قديش؟ قلت له بقيمة صافي المدينون اللي هو 6270 ناقص الدين المعدوم 270 6000، 6000 في 5% 300، إذا بدي أقول 300 من حساب أرباح وخسائر إلى حساب مخصص ديون مشكوك في تحصيلها. تمام هيك؟ قلت له تمام. قال لي طب بدنا ننشئ كمان خصم مسموح به. قلت له الخصم مسموح به بدك لما تنشئه ركزوا بدك تاخذ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها في عين الاعتبار. هجيت أنا عندي رصيد صافي المدينون قديش؟ قلت له 6000. قال لي بدك تخصم منهم كمان ال 300 تاعت المشكوك في تحصيله وتعمل على صافي الصافي، فبيطلع عندي 5700 ضرب 3% 171 دينار من حساب ارباح وخسائر الى حساب مخصص خصم مسموح به، طبعا بالقيمه نفس القيمه لانه فيش له مخصص سابق. طلع معي في الميزانيه العموميه لو لاحظنا شايفين مدينون 6000 مخصص ديون مشكوك فيه 300 و171 مخصص خصم مسموح به. هيك بنكون انهينا الموضوع الثالث عندنا اللي هو جرد الذمم من المدينه. بضل عندي اخر نقطه في الفصل الرابع اللي هو جرد المخزون السلعي. ان شاء الله بنستكمله في لقاء جديد بشكل منفصل. يعطيكم الف عافيه.